بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هنبدأ بإعطاء مثال جدا بسيط عشان نوضح من خلاله أو نأكد توضيح البوليمورفيزم والإنهيرتنس أو الوراثة. عموما خليني أجي هنا حاطي مثال على نظمة التشغيل. إحنا عندنا أشهر نظمة تشغيل ثلاثة، ماك أوس الماك والويندوز واللينوكس. على أي حال احنا حنبدأ بعمل كلاس بسيط. هذا الكلاس لاحظ ايش اسمه، Operating System. ليش؟ لانه جميع مختلف نظم التشغيل تتشارك في اشياء، يعني بينهم اشياء مشتركة. فلاحظ عملنا ضمننا Operating System، مثلا خلينا نقول ايش الاشياء اللي موجودة بينه. اشياء كثيرة، لكن طبعا يكون له اسم. فحنقول مثلا private string name، كله اسم private string version. جميل، خلينا نكتفي بهذه بس. طيب نجي هنا نقول operating public operating system. عندنا هنا ممكن نقول this dot name equal none، بدون لسه ما حدد. this dot version equal none. ليش احنا حطينا الفيرجن نص؟ لانه احيانا ممكن يكون في كود نيم، يعني ممكن يعطينا ريحية، ممكن نكتب رقم الفيرجن ونكتب معاه كود نيم على اي حال، او النيك نيم تبع النظام على اي حال. الان ممكن نسوي كونستراكتور اخر، يعني خلينا عشان اسرع العملية انسخ هذا والصغ هنا واجي اقول string os name string os version، واجي هنا اقول اعطيها القيم هذه. طيب الان هذا بشكل عام الاوبريتنج سيستم. ايش اللي حيحصل في نظمة التشغيل المحددة؟ ممكن احنا حنحدد القيم فيها. لاحظ حنحدد القيم فيها. هنا نجي نقول public void print os info، نقول system dot out dot println، وهنا حقول مثلا os اللي هو الاسم. هنجي نعطيه نقول this dot name، بعدين هنقول زايد نعطي مسافة واحدة، نقول version زايد this dot version. طيب هذا شيء جدا بسيط. الآن نظام التشغيل شيء عام، نظام التشغيل شيء عام. احنا هنشوف كيف حنعطي مثال على كل ايش، على كل نظام تشغيل، وكيف نسوي البوليمورفيزم والإنهيرتنس على أساس نوضح الصورة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.